كغيرهم من المسلمين في مختلف الأراضي التشادية، احتفل مسلمو مدينة أم جرس حاضرة ولاية إنيدي الشرق بعيد الأضحى المبارك، حيث بدأ الاحتفال بصلاة العيد في المسجد الكبير للمدينة مسجد إدريس دي بإتنو، والذي أما فيه المصلين الإمام الشيخ محمد فضل الذي تحدث في خطبته عن التحلي بالأخلاق النبيلة واحترام قواعد الدين الإسلامي التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، داعيا جميع سكان المنطقة إلى العيش في سلام دائم يخدم المصلحة العامة للوطن والمواطنين. واختتم الإمام خطبته بالتضرع إلى الله عز وجل بأن يديم للبلاد والعباد الصحة والعافية والأمن والسلام والخير الوفير. هذا وبعيد انتهاء صلاة العيد، قدم والي الولاية تهنئة إلى سكان الولاية بصفة خاصة والولايات الأخرى على وجه العموم. إذن الدعية بالسلامة في كل أراضي هنا نديست، كل أيده بلا فتنة بلا كلام بفرح، وأنا فرحان جدا عشان ناس الرجال الأمن ذات شالوا مسؤوليتهم. دونك نشكر كثير للفرح الله جابنا فيه نديست. هذا كما طلب الوالي من جميع سكان المنطقة تضافر الجهود وبذل المزيد من أجل تقدم الولاية في المجالات المختلفة، متمنيا لكل المحتفلين بهذه المناسبة عيدا سعيدا وكل عام والبلاد بألف خير. تجمع المصلين بالمسجد الكبير لمدينة بلتن لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وفي مقدمتهم حاكم إقليم وادي فيرا محمد دليو تنقل، مكبرين الله وموحدين في هذا اليوم العظيم، حيث أما المصلين رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع إقليم وادي فيرا علي محمد عبد الواحد. وبعد أداء صلاة العيد قدم الإمام علي محمد عبد الواحد خطبة شارحا خلالها امتثال سيدنا إسماعيل لأبيه إبراهيم عليه السلام، وكما دعا الإمام علي المصلين إلى تزاور وتسامح فيما بينهم. وبعد تقديم الخطبة شرع الإمام في ذبح الأضحية أمام المصلين، ومن ثم توجه المسؤولين الإداريين والعسكريين إلى مقر إقامة حاكم إقليم وادي فيرا لتقديم التهاني والتبركات، وجاءت من قبل كل من عمدة مدينة بلتن، ومن ثم ممثل الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ فرع إقليم وادي فيرا، وكذلك رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع إقليم وادي فيرا، مقدمين تهنيهم الحارة باسم سكان الإقليم إلى رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وحاكم الإقليم، متمنين لهم دوام الصحة والعافية. نقوم شعب وأسكر وإداريين ومدنيين كل النجوم نعاونوا جدا نوتوا في أتاك إتاك في زي الدول الثانية، وغيادة غايتنا ربنا سبحانه وتعالى بأسرته وبكون ساعته ربنا يهد الأتى ربنا يؤدي أمره أدي حياة ومدة طويلة. انتهت الجلسة بدعوات من قبل الإمام علي محمد عبد الواحد، داعيا الله عز وجل أن ينفع البلاد والعباد. على الرغم من الأمطار التي بدأت تتساقط منذ الفجر، فإن المسلمين في مدينة آتيا عاصمة ولاية البطحة أجبروا أنفسهم على الوصول إلى مختلف المساجد لأداء شعيرة الصلاة، صلاة عيد الأضحى المبارك. الصلاة الرسمية التي شاركت فيها السلطات الولائية جرت بالمسجد الكبير للمدينة الواقع في حي العرب، لدى وصول الأمين العام لولاية البطحة كود دانيكي، يليه رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبطحة الشيخ أحمد خالد منوفي. صلى المحتفلون عند الساعة 8:30، ثم استمعوا إلى خطبة الإمام. ركز الإمام في خطبته على رسائل السلام، التسامح، التضحية والتعايش السلمي. بعد هذه اللحظات الإيمانية والمطر ما زال ينزل، قام أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع ولاية البطحة وكذا المسؤولون المدنيون والعسكريون والزعماء التقليديون بزيارة إلى مقر الحاكم لتقديم تهاني العيد. يعني بين الله وبين الشعب أنتم المسؤولين، ربنا على لسان رسول يقول كل راعي مسؤول عن رعية يوم القيامة ضيع أو لم يضيع. حقوق الناس اتحدكم ده أسأل أن نجم في ولاية البطحة دي كلها أمننا بعد الله ده فوقكم قاعدين. نيابة عن الحاكم دعا الأمين العام لولاية البطحة كودي دانيكي الله ليبارك البطحة، ثم اغتنم الفرصة لدعوة المواطنين إلى التحلي بروح التسامح المتبادل والألفة في هذا العصر الجديد الذي دخلت فيه بلادنا مرحلة الجمهورية الرابعة.
شهدت مدينة عدري حاضرة محافظة أسونغا احتفالات عيد الأضحى المبارك، وهو أحد العيدين الذي له أهمية كبرى لدى المسلمين، ويعد ذكرى فداء لسيدنا إسماعيل عليه السلام. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وللإشارة إلى أن من بين المصلين والمصليات الذين حضروا لتأدية الشعيرة الدينية العظيمة من كل الأصعدة والضواحي كان من بينهم محافظ محافظة أسونغا محمد عبد الكريم علي. وسط هذه الجموع الحاشدة من المصلين برحاب ساحة الاستقلال، حيث أما المصلون فضيلة الإمام ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع أسونغا الشيخ محمد طاهر عبد المجيد، معددا في خطبته فضائل عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى الشيمة الأخلاقية التي يتمتع بها المسلمين في هذا اليوم الأغر، وذلك في ثنايا أيام التشريق، دائيا المصلين إلى التوحد والتسامح واغتنام فرص هذه الأيام المباركة والدعوات وتقديم الهدايا لذوي الأشخاص الضعيفة، كما حث المسلمين على التضامن والتكاتف ورفع شأن الدولة وعدم الاختلاس، وأن تشهد البلاد بالأمن والاستقرار والازدهار والرقي والتقدم. أمام حشد كبير من المصلين بقرية دوي، استقبل سلطان قبيلة القطقو حسن عبد الله رجل الأعمال محمد الميموني من دولة الكويت، والذي شهد صلاة عيد الأضحى المبارك مع المصلين، وتمنى لهم عيدا سعيدا مليئا بالرحمة والغفران حكومة وشعبا. وقفوا على احتياجاتنا وتناقشنا معهم في أمور تطوير إن شاء الله احتياجات الأهالي في تشاد، فشكرا لهم على هذا الاستقبال وهذا التعاون. العيد في تشاد كان جدا جميل، طلعت على عادات جديدة، أيضا على موروث جميل جدا في الشعب التشادي من صلاة العيد. المدير العام لجمعية القلم من أجل الثقافة والتنمية شكر الحضور ودعاهم على المشاركة في دعم مشاريع التنمية الاقتصادية. أن نسعى إلى تحقيق الرخاء الاجتماعي بطريقة أخرى، بحيث يكون هناك جهود في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذه البلاد وكسر حاجز الفقر. وللإشارة فإن المدير العام النائب بوزارة المرأة والتضامن الوطني المكلف بحماية الأطفال محمد إبراهيم سليمان هو الآخر شكر الوفد الزائر وتمنى له إقامة سعيدة.